شوف هذا التوب بار فوق، هذني قوائم بين البرامج، هاي الأماكن خاصة مثل هاي ماي كمبيوتر، هنا تدخل هاي الملفات عندك، هذا أذر فايل يعني الفلاشات سي دي، الهارد الآخر، هذا الهارد الآخر اللي هو الخاص بالويندوز يبين أمامك بالكامل، بابا هذا الويندوز. هذا أيضا المختصرات موجودة، شريط هنا البرامج، هنا أنا من تريد تبحث عن برنامج معين تكتب، هاي الديسكتوب، هاي المختصرات المفيدة، هاي تشينج باك دور باك جراوند العفو، اوبن تيرمينال هذا الخاص بعدين تعرف عليه اللي هو هذا كتابة اوامر اعازات، هذا الفايرفوكس نوت تيرمينال، هاي اوبن فايل الفايلات يعني دايركتوري، ها ذني شوف فيديو، هذا مثل سلسلة المهملات، هذا الهوم كبداية ذني به الملفات، ديسكتوب اللي هي على سطح المكتبة، دوكيومنت داونلود هنا تنزل، ميوزيك بيكتشر عندنا هنا، أنا من نريد تعدل التايبز الفيرست إلى آخره، من تعددها هاي مجلات المجلدات المال خاصة بالويندوز، تقدر تدخل يعني حال الويندوز، نعم نريد أعدل فولدرات على صفحة كذا تايب، بس أقول له بقى شو نتعدل يبقى، هذا تغيير شدنا بعد هذا الميتا سبلوت، هذا المنجم، هذني برامج فرعية زين، هنا تحويل إنجليزي عربي، صوت السيتينجز، هذا الصوت، هاي الإضاءة مع اللابتوب، هاي المي شو اسمه الانترنت، تريد شنو تختار مثلا الشبكة، أول ما نختارها نقول لك اكتب هنا، هاي بالبداية بعد تنصيب نكتب نحدد الشبكة ونختارها، تنتظر تمام كأنك VPN بروكسي، هذا الفول تشينجر مال الشحن، هنا باور يعني مال اللابتوب، هذا الطب هنا تغير من 5 منت الى نيفر، لا تخلي شو اسمه بلان سكرين يعني تطفى من وحدها، امشي وراي بخطوه خطوه، شو اسوي انا اسوي يعني، هذا الاكونت الروت مال كبداية، اكاونت روت، من نريد نضيف اكاونت يوزر اخر من انا، هاي السيتنج مال كمبيوتر، هاي من اطفاء نشوف، تقول لي هيجي اكو ريستارت باور اوف، هذا اللوج اوف، هذا السيتنج مال كمبيوتر، هذا الواي فاي، هذا البلوتوث، بلوتوث في اللابتوب، وهسه على مطفي، باك جراوند الصورة خلفية للنظام، منها تروح على البكتشر او وول بيبر، هي اذا عندك هذا البكتشر، مكان البكتشر طبعا هو موجود محفوظ، هذا شوفه، خلينا نسحب لنا الصورة، تعجبني هاي الصورة، ولو راح أغيرها أراد لها تعديلات، دبل كليك عليها كصورة تنفتح عادي، هاي سيت أز والبيبر، تختارها تقول له سلك راح تتغير اوتوماتيكا، هاي الصور اوكي، هاي الاشعارات من البرامج اللي تظهر هنا، تنقر تباوع هنا تظهر اشعارات، اخاف يعني
اي مين اول شيء هاي بعدين نتعلمها. هاي اللغة عربي انجليزي، تقدر تضيف لغة اخرى. يونيفرسال اسيس، هذا مثلا اذا عندك بالبلانك تخلي شنو تريد، هاي بعدين نتعلمها. اونلاين اكاونت، شكو اكاونت عندك من ناحية الجوجل والفيسبوك غيرها، دخله برايفت برافيك يا ذا مالك. وهذا الشير، شو تريد انه من تريد تسوي شير كاسم. هنا الساوند باو الانبوت، تقدر الشغله افكت تدخل افكتات. هذا الاوتبوت تقدر تزيد. هذا الباور اللي قلنا نخليه نيفر، لا تنسى. نتورك الواير، اذا في بي ان عندك بروكسي، عندنا بعد شنو كيبورد. هاي الكيبورد اللوحات مختصرة، هذا الماوس، هذا التاتش باد نيناين لابتوب، هذا الماوس زي السراكة بطة. هذا مثلا اريد الغيه، ما اريد التاتش لان جاي استعمل الماوس. ديسبلاي الشاشة حجم مالته، من الحجم تقول له ابلاي يتغير. الرات مالته، ريموف ميديا ويب كام كولر، يعني هاي الاعدادات مال ويندوز بالكامل. عندنا بعد شنو هذا الاباوت، يحكي انه من نوع جنو، هذا مواصفات الحاسبة منه تكون منه انتل كالي النظام، شنو النظام 64، ايش قد السايز مالتك الهارد، تاريخ تريده شنو كيفك اي بي ام كذا، تقوم تغيره يعني تغير من هنا. عندك اليوزرز، اليوزرز هنا تقدر تسوي يوزر بدل الروت، دخل هذا بعدين نتعلمه شلون نسويه. ديفولت ابلكيشن، هذا يعني التشغيل الويب كذا الى اخره. عندك بعد شنو هاي كبدايه تيرمينال، هاي الاعازات هنا نكتب شكو اعاز نكتبها بالتيرمينال هنا الاعازات اللي نطبقها باللينكس. هذا الروت هو هنا حاليا. باش عندنا هاي من انا نسجل الكاميرا يعني الفيديو هسه المقطع جاي اسجله بي اوبشنز، تقدر تغير. انا انصح لا تغير، خلي كما كان يعني بالويب كام، يعني التغيير يحتاج الى خبره بالناحيه انواع الملفات مال تسجيل الفيديو والى اخره. الخصائص تقدر تغير من عندها، الكواليتي الاف بي اس، يعني اذا انت خبرة عندك بها تقدر تغير، ما عندك خبرة عوفة كما كان. تسجيل مال الكاميرا، لازم تعرف الكاميرا. عندك هذا الفايلز، انا خليه نوعا بي 4 200 وكذا، تقدر انت تغير بي، بس انصح انه خليه كما كان لا تلعب. قامي 720 اذا تريد تغير من ناحية الـ HD الى اخره، مكان الخزن بالفيديو يكون. الصوت الريكورد، يعني تقدر تتلعب وتشوف المواصفات. من هنا تضغط عليه تقول له ستوب، يوقف الريكوردين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.